ملتقى المغازي الإعلام الجهوي يناقش هذه الدورة موضوع الإعلام الإلكتروني بين الكفاءة المهنية والالتزام بقوانين أخلاقية المهنة بمشاركة نخبة من رجال الإعلام والفكري والثقافة والإعلاميين والأكاديميين. هذا الملتقى سيتوج برفع التوصيات إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى الوزارة الوصية قصد النهوض بالإعلام الإلكتروني وضبط قوانينه حتى يقدم للرأي العام والجمهور منتوج إعلامي هادف ومنتوج إعلامي يحترم أخلاقيات المهنة والتصدي للتجاوزات الأخلاقية التي أصبحنا نعيشها اليوم في مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تعيش في بعض الفوضى والعشوائية رغم صدور قوانين الملائمة. للأسف نتمنى أن تكون هناك قوانين صارمة من أجل التصدي لمثل هذه المواقع التي لا تلتزم أخلاقية المهنة وتضرب عرض الحائط كل قوانين مهنة الصحافة. ملتقى المغازي الإعلام في دورته الخامسة كرم أيضا نخبة من نساء ورجال الإعلام تتويجا لعطائهم البارز في مسارهم المهني. نذكر منهم الإعلامي أمين السوسي، الإعلامي محمد البعناني، الإعلامي عبد اللطيف بن يحيى، الحقوقي والصحفي عبد السلام الشعباوي، الإذاعية لطيفة مروان، الإعلامي عثمان نجاري، محافظ إذاعة طنجة السابق جمال الدين العسري، والإعلامي بالتلفزة المغربية أحمد قرو. سيشمل برنامج على مدى 3 أيام تنظيم زيارة ميدانية كالعادة لفائدة مشاركين إلى مجموعة من المحطات الإذاعية الخاصة ودورة تكوينية حول الصحافة الإلكترونية وأخلاقية المهنة التي سيستفيد منها مجموعة من المراسلين والصحفيين بالمواقع الإلكترونية بجهة طنجة تطوان الحسيني.